ربما في صنع قبل التنظيم، أنا ما أول مرة أسمع فيه. اللي هو في ألمانيا. اللي في ألمانيا. أما كون عبد العزيز الغيامة أو غيره من يكتب هو عبارة عن راوي ينقل ما يرى، لا ينقل ما يسمع، وهذا خطأ. هذا خطأ. أنا ما أدري هاللجنة اللي طلعت هالكلام. الإحصائيات. الإحصائيات. هي حتى الاتحاد الدولي ما اعترف فيها. ما اعترف فيها. غير معترف فيها. لكن. مبالغ فيها. مبالغ يعني. شو التصنيف؟ مو عارف شو التصنيف. يعني هذا التصنيف الغريب. يعني جدا يعني حتى هذا ما هو معترف فيه الاتحاد الدولي حتى يوم جبلات. فأنا أعتقد العملية في التصنيف. عملية غير منطقية وأنا ضدها تماما ولا نعترف فيها بأي حال. نجي على موضوع هي سمو الأمير الدليل يسمو الأمير أن كل سنة هم يعدلون هذه المعايير، يعني ما اتفقوا على معايير ثابتة واضحة، وهذا كل سنة هم يغيرون معاييرهم، وهذا خطأ فعلا. هذه يحسب عليهم، يعني يحسب عليهم تماما، لأنه أنت لما تحط لك نظام معين أنك تمشي عليه ثابت وواضح، ثابت وواضح للجميع. نعم. يعني فهذا مع الأسف أنه في هالناحية الحقيقة غير منطقي وغير سليم. مثل تقول لما نرد عليهم إن شاء الله في نبي نرد عليهم رد رسمي لأن هذه ما هي معترف فيها، وهذه الحقيقة عبارة عن تهيؤات تحدث بغير منطق، يعني بغير منطق بغير فإن شاء الله أنه راح إن شاء الله يكون رد عليهم رد علمي، لأن دائما هم بالردود العلمية. وأعتقد أنه كتابنا ولا كتاب الإخوان في دول الخليج أنه لا يتأثرون بما يسمعون، إنما يستطيع الإنسان أن يقيمه ب بس نأكد مرة ثانية أخي صالح إن هذا التقييم مش خارج من الاتحاد الدولي، هذا من مكتب خاص في أو مركز إحصاء في ألمانيا، ألمانيا وليس تابع للاتحاد. وهذا غير يعني أنا أعتقد إن إحصاء ما فيه من نوع من المنطق، يعني طبعا مش واحد بس يكتب على كيفه ويطبش هذا ممكن نحن صراحة والله يعني تشوف أشياء يعني عجيبة والله. يعني في دول مثل ما تقول ما أدري أذكرها، ما في ولا مبر ولا جبل نور ولا شيء، وين واحد صوته تعجب والله شوف يعني كيف انها التحليل، كيف انها المنطقه تصير. فان شاء الله راح ارد عليهم بشكل جيد. هو عموما ابلغ رد كان لهم من الاتحاد الدولي لكره القدم لما قالنا هذا المكتب مش الاتحاد الدولي وغير معترف فيه بالنسبه لنا احنا، فهو تصور ان ابلغ رد حتى بالنسبه لنا احنا كنا اي طبعا يعني نقدر نشوفهم هذه بعد اللي يكتب هذه طلع خلص، يعني يقول هذه غير كثيره غير. اي والله انا رايي اللي في المانيا لو ندعوه الدول من التعاون الخليجي يدور علينا كله مع كاميرا ايوه ويصور عدد هذا ربما انه يكون فيه نتيجه افضل.